أيوة، لا أحد حتى الآن قادر على كسح جماحه سواء على الصعيد الدولي أو العربي أو الإسلامي. الاحتلال الإسرائيلي يجثم على صدر هذه المدينة المقدسة منذ العام 67، وحتى الآن فشلوا في الرهان على هذا الجيل، الجيل الرابع، الجيل الفتي الذي صمد بكل قوة وبسالة وتصدى لهذا الغول الاحتلالي الاستيطاني. اليوم حاول الإسرائيليون وبالقوة إدخال الغزاة الطارئون على مدينة القدس وعلى البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى المبارك، فكان التصدي لهم بالمرصاد. ولكن حقيقة يدفع الفلسطينيون، يدفع هؤلاء الشبان ثمنا لهذا التصدي بقمع هذا الاحتلال الغاشم على الشبان المعتكفين في داخل المسجد الأقصى وفي كل مكان في مدينة القدس. حقيقة دفعوا ثمنا باهظا نتيجة هذه الجرائم اليومية المرتكبة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس. الإسرائيليون لم يفهموا ولم يعد درس حتى الآن. هناك ضغوطات كبيرة وهائلة، هناك أيضا قضية أساسية ومهمة، أن الوهم والخداع الذي حاول نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بيعه وتصديره للغرب وبالذات للإدارة الأمريكية بأن حكومته قادرة على إدارة الأماكن المقدسة سواء الإسلامية منها أو المسيحية وضمان حرية العبادة، هذا كله سقط. سقط اليوم في أول اختبار دولي. أستاذ صلاح الزحيكة، ابقى معي فقط، سنذهب لننقل مواجهات مباشرة مع الفلسطينيين الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي تطلق عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في باب الأسباط. ضياء حشية، هل تسمعني؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ هل يريد الفلسطينيون الدخول لأداء صلاة الظهر؟ وماذا تقول قوات الاحتلال؟ تفضل. نعم، الذي يحدث أن ضابطا إذا كنت تسمعني، الذي حدث هو أن ضابطا إسرائيليا قال للشبان ادخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك. بعد أن وصلوا عند منطقة باب الأسباط قاموا بإطلاق القنابل الصوتية تجاههم، وها هم الآن يسمحون لهم بعد أن قمعوا أكثر من مرة ومنعوا من الوصول إلى هناك. طبعا الأمور لربما قد يسمح لهم بالدخول بجهة باب الأسباط، هم بالعشر بالمئات وصلوا إلى هنا حيث كانت شرطة الاحتلال تحتجزهم وتمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا طبعا يدل على ما يحدث.